الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أيها الإخوة المؤمنون، ومن هذه الرحاب الطاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ترك الصلاة علي فقد أخطأ طريقه إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شعائر صلاة الجمعة، فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من
وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليك المراطع من قبل فقالت وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى ولتعلم فرددناه إلى كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل قتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي غفور رحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فخرج منها
حنيفاً يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى
إني لما أنزلت إلي من خير فقير. على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا استاجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر
فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الفاتحة. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سئل صلى الله عليه وسلم عن البخيل فقال من سمع اسمي ولم يصلي علي. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني وكانت خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة. خطيب جمعة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هو خطيب الأعتاب الطاهرة فضيلة الأستاذ الدكتور الشحات العزازي. الآن يرفع نداء الحق من يوم الجمعة بصوت فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.